سؤال. ايوه هنية. تدخل الحلم ولا جيلك اني؟ لا تعالي لي انت. حلم ولا عيب؟ شش وطي صوتك. اصل انا كنت بحلم بيك. مش عايزة حاجة؟ عاوزة. اطلبي ما تكسفيش. من يمتاني عايزة رضاك عليا، ومن يمتك انت تتسحب كل يوم. حاضر. ربنا يخليك لي يا صالح. يا ابن امه، هي امك اسمها ايه؟ ام الخير. يا ابن ام الخير. ربنا يخليك لي ويحفظك ويحفظ اللي في بطنك يا رب. صالح، يا صالح، بسم الله الرحمن الرحيم. انت كنت فين؟ انتي اللي صحاكي من النوم. بسألك كنت فين؟ كنت في الحمام. مش بعادة يعني تقوم من عز نومك علشان تدخل الحمام؟ معلش، الواحد لما بيكبر بيحصل له كده، يبقى عايز يخش الحمام كتير. داود الأنطاكي كاتب كده في تذكرته. يا سلام، لو انت كبرت فجأة كده، ما انت كنت لسه في عز شبابك من ساعة زمان. شباب ايه بس يا سيدة؟ انت بتقولي كده عشان بتحبيني. لا، من ناحية بحبك بموت فيك. متبقاش تقول كده على نفسك تاني، لازعل منك. حاضر. بص في عينيا كده تلاقي نفسك بدر منور. البدر المنور هو انت يا سيدة. انا لو لفيت الدنيا كلها ما لقيش واحدة في جمالك. انت اللي يشوفك يقول بنت بنوت. اخياني من كلامك الحلو بيداوي بنيته. إلهي من حرم منك أبدا يا صالح. ولا منك يا حبيبتي. يما الحبيب دخل علي ورد روحي فيي. يما وداني بتسحاي. يا لهوي يما نسيت طاقية. فين طاقيتك يا صالح؟ يا مش أنا سعاد. تعرفيش تتسحبي وتدخلي له؟ يلا خليكي معايا. يعني فين الطاقية يا صالح؟ بعدين معاك يا سيدة. الله، احنا هنقعد طول الليل نقول فين الطاقية؟ بتروح في 60 ده. ما انا لازم افهم من انت وانت بتقلع طاقيتك لما بتيجي داخل الحمام. يعني مش فاكر، بس انا يعني كنت قايم من النوم كده، يعني دايخ بقى مش مركز. الموز وقعت مني في اي حته، يمكن دينا وقعت ورا المخدة. وقعت ايه؟ بيدوري لي عليها. انت هتنامي ولا انام انا؟ لا استنى اما اجيب لك غيرها. يا طاقية الحباب، لفي لفي ورجع اللي غايب. يا طاقية حرير مغزول، خليكي عنداني مش عند العزول. غزلالو يوما بيدي الطاقية. غزلالو يوما بيدي الطاقية. وزي يما ما يلبسهاش. بيحبيني. تفضل. تسلم ايدك. ما تقعدي تفطري يا هنيه. وغلاوتك على طول بقول لها ريحي نفسك يا هنيه، ما فيش فايده، ما بتسمعش الكلام ابدا.
تفضل. انت مش عجباني اليومين دول مالك يعني؟ ما فيش يا سي صالح، ما انا كويسه اهو. امال ضعفانه ليه؟ يعني عشان قربت اولد. طب اقعدي اقعدي استريحي. تعالي يا هنيه، تعالي اقعدي جنبي هنا. حاضر. انت لازم تتغذي كويس اليومين دول. انا هوصل فرارج يبعت لكم قفصين فراخ بلدي. يو فراخ ايه يا حاج؟ ده الصبح مريم فراخ مش عارفين نوديها فين. امال ما بتذبحيش منهم ليه؟ اسم الله على مقامك، امال انت كل يوم بتاكل ايه؟ انت ليه ما بتاكليش من الحلال المفتقه؟ مفتقه؟ اسكت يا حاج على اللي حصل للمفتقه. المفتقه فضلت اتحايل عليها يا هنيه كلي من المفتقه. يا هنيه ما فيش فايده، اخره المتمه المفتقه زنخت وريحتها طلعت، اديتها لمرات ابوها كلها. انت ليه ما اكلتيش من المفتقه هنيه؟ اصل ما بحبهاش ولا بطيق ريحتها. طب يعني قولي لي ايه اللي بتحبيه عشان اوصيلك عليه. انا نفسي اللي يسمعك بتقول كده يقول ان انا حرمها من اي حاجه. لا لا، قبلت الحاجه جايبه لي كل اللي نفسي فيه، مش هبعاني من الدنيا واللي فيها. انا خلاص ما عدتش عايزه حاجه. قولي لي يا هنيه ما تخبيش عليا، انت في حاجه مضايقاكي؟ يعني ليه؟ هو اني قبل ما اتجوزك كنت ايه يعني؟ وانا كنت احلم بالامل اللي انا فيها دي، ده حتى البطران خسران. ما هو لما قلتليش ايه اللي مضايقك هزعل منك ومش هدخل اوضتك تاني. لا لا، كنت ضحكتك عليا بالدنيا كلها يا سيدي. طب خلاص قولي لي في ايه، ايه اللي مضايقك؟ اني خايفه. خايفه من ايه؟ خايفه على البطن، خايفه على الامانه اللي شايلاه. أنا من يميل أنا في 60 داهية، ما أنا خايفة عشانك أنت يا سيدي، على عين اللي بتسترجى من الدنيا. خايفة عليه من إيه؟ لازم تتكلمي يا هنين، وما تخافيش من أي حاجة طول ما أنا جنبك. أنا سمعت قبلة الحاجة وموسى وهم بيتفقوا على بيتفقوا على إيه؟ على إنهم يسقطوني. يسقطوني. يسقطوك إزاي؟ يهدوا عيالي في شغل البيت ليل ونهار لحد ما تهد والعيل يموت. أنت متأكدة من الكلام ده؟ الله الله، والله عال انت ايه اللي دخلك الاوضه دي؟ وعاد هنا بتعمل ايه الساعه دي؟ كنت داخل الحمام سمعت هنيه بتقول اه، دخلت اطمن عليها لقيتها تعبانه. اه يا راسي راسي راسي. اه مالها راس؟ بتقول ان عندها مرض. يا بطني. بطني يا قبلتي سكاكين بتقطع في بطني. هيجي لك المغص منين وانت لسه معادك ما جاش؟ مغص اهو. انا خايفه، انا خايفه على السكاكين تعور العيل اللي ببطني. يا لهوي يا لهوي على المحا. روح انت يا حاج، روح استريح وما تقلقش، انا هشوف هي مالها. انت هتعرفي؟ طبعا هعرف، الا هعرف، ستات زي بعض بقى. تعال يا اخويا تعال انت استريح. أنا جاية وراك على طول، هطمنك إن شاء الله. يا راسي، يا بطني، يا بطني، بطني، بطني يا بلدي بطني. وريني فيك إيه؟ يا سيدي لقيتي حاجه؟ ما فيهاش حاجه. امال هي
كانت تعبانه من ايه؟ ده دلع ماسخ، شافتك ملهوف عليها ومتشحتف على اللي في بطنها، قالت لنفسها يا بنت تدلعي شوي. انا لما سمعتها بتصرخ يعني لقيت عليها وعلي في بطنها، وبعدين هي امانه في رقبتنا. عياني من قلبك الرهيف ده. يلا يا نور عيني تعالى ندخل اوضتنا، بنت اللذينه دي طيرت النوم من عيني.